ثورة فن بجهود ذاتية. شباب بعمر الزهور فعلوا ما لم تستطيع فعله الحكومات على مستوى كربلاء، فتزينت المجسرات بالرسومات الفنية المختلفة والتي تؤكد على سلمية التظاهرات وحب الوطن. مجموعة الأعمال اللي قمنا بها هي نوصل الصورة للعراق الجديد اللي نريد نسويه إحنا من خلال ثورتنا، مو بس نطالب بالأشياء أو اللي نريد نطالب بها، يعني مثل العراق الجديد، عراق أحلى. لا، إحنا بدينا بها مباشرة. يعني شلون أوصلك فكرة؟ إحنا شاركنا بإمكانيات محدودة وبجهود ذاتية، طلعنا إنه نغير معالم محافظتنا ونسوي شغلات صار سنين وهواية إنه ما قدرت تسويها مجالس المحافظات أو مجالس أو الحكومة بصورة عامة. أما الهدف إنه نبين رسالة للناس إنه هذا الجيل جيل واعي، جيل مثقف، رغم صغر سنه قدر يغير هواي شغلات، قدر يكسر هواي حواجز، منها يعني الرسم، التنظيف، هواي شغلات من هذا الجيل نقدر نعتمد عليه بالصغيرة وبالكبيرة. مواطنون من أهالي المدينة رحبوا بهذه المبادرة الشبابية والتي تصب بالمصلحة العامة، مؤكدين دعمهم الكامل للشباب حتى إكمال المسيرة، كونهم جيل المستقبل الذي لا يقهر مهما تكالبت عليهم الجماعات المسلحة المتشددة. الشباب هم شباب جيل المستقبل وهم منتفضون لأجل الثورة والإصلاح، وأن هؤلاء الشباب هم جيل المستقبل وهم الذين يرسمون البسمة في صدور الشباب ويمثلون الجيل الحقيقي، حوالي 70% من المجتمع وكلنا معهم، وهؤلاء الشباب هم قدوة المجتمع وهم طلاب جامعات ومثقفين ومدرسين ومهندسين، ويريدون أن ينهضوا بهذا البلد والخلاص من التبعية إلى دول الجوار. طبعا اليوم احنا مجموعة من الشباب والبنات، اليوم عندنا هدف ورسالة نقدمها من خلال سلميتنا احنا كشباب. اليوم طبعا احنا مجموعة من دعم ذاتي، عندنا اليوم سوينا جمالية محافظة كربلاء اللي هي المحافظة بذاتها ما مسويتها، اليوم سوينا جمالية حلوة مثل ما تشوف بالنفق، وإن شاء الله أنه مستمرين وباقين بهذا الفن وبهذا المجال وسلمية. في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشباب العراقي، كانت رسالتهم الجمال والسلام. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.